في الوقت الذي دحر فيه الإرهاب في بنغازي ودرنا، بفضل من الله وبتضحيات أبناء جيشنا وصبر شعبنا، يفاجئنا البعض من أعضاء مجلس النواب أصحاب المصالح والباحثين عن المهايا والمزايا بصفقة مشبوهة مع المجلس الأعلى للإرهاب في ليبيا برئاسة الزنديق خالد المشري عضو التنظيم العالمي لجماعة إخوان الإرهابية، صفقة مشبوهة يتنازل فيها البرلمان عن اختصاصاته ويتقاسم السلطة مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين عليه. فإننا نؤكد على الآتي: 1- نعلن رفضنا لهذا الاتفاق، ونطالب شرفاء الوطن والأمة برفضه في بيانات واضحة وصريحة. 2- نرفض مسودة دستور الإخوان، ونطالب انتخابات رئاسية وبرلمانية طبقا للإعلان الدستوري. ختاما، تحية منا لشعبنا الصابر المصابر، وتحية منا لأبطال قواتنا المسلحة بقيادة المجاهد خليفة بن قاسم حفتر.